مؤكد مرة أخرى يعني الجهد يعني اللي قامت به يعني الدولة في يعني القضاء يعني تدير إيجيا العجز المتواصل يعني اللي كان مسجل في بعض يعني المناطق تاع ولاية تمثيل. هذا شيء يعني يفرح يعني ويجعل يعني التلميذات نتاعنا والتلاميذ نتاعنا يدرسوا في أريحية. يعني بهذه المناسبة نتمنى يعني لدخول هذا فات يعني في أريحية في ظروف يعني جيدة في ظروف يعني مريحة. نتمنى التوفيق لبناتنا وأبنائنا.